محاضرة النهارده هنتكلم عن موضوع حلايا وشرايين تاريخية وجغرافية، يعني معلومات إن شاء الله تكون معلومات موثقة. والجميل المرة دي إن محمد عضو معانا في الحزب، يعني ما محتاجناش بقى إن نستقطب حد من بره أو حاجة. نتمنى إن نبدأ نساعد الموضوع دايما من خلال لجنة التدريب والتثقيف، ودايما الأعضاء معانا على طول، اللي عنده معلومة اللي عنده حاجة تاريخية موثقة نبدأ نشتغل. بس هركز على التاريخ الحديث اللي هو في البلاد من محمد علي.